السلام عليكم. اليوم غادي نشوف معكم لا نوفيل غام ديال لي تاستير ميك توبيروار في حله اللي خرجوا في حله جديده. بالنسبه لا كومبوزيسيون ديال لارتيكل كيتكون من عندنا لو كوفيركل وعندنا لو فير وعندنا هاد لا بارتي اللي زايدينها فيه. كيف ما كتلاحظوا لو فير راه ملس من هنايا، هادي تتصلح باش كتقبطوها مزيان ما تيتزبق لكم في يديكم لا حتى شي حاجه. من جهه ثانيه الا درتو فيها شي بواسون شود هكذا ما تتحرقوش يديكم. دونك هذا هو لوتيليتي ديال هاد لا بارتي لي مزيوده هنايا. اي بيان سور كاين لو كوفيركل، لو كوفيركل اللي فيه لو بيك مي كتشربو، ممكن كتشربو منو هكا ديريكتومون، سينو ممكن كنستعنو بلا باي توبيروار لي كتغسل وكتعاود تستعمل شحال ما بغيتو. وهنا هاد لا بارتي راه تتسد بهاد لو سيليكون، كوم سا لا بواسون ديالكم اللي درتوها فيها ما كتهرق ما حتى شي حاجه، لان راه سون ايتونش اي هيرميتيك. دونك ما تخافوش على لي بواسون ديالكم ولا ديال وليداتكم، ما تخافوش عليهم نهائيا. في هاد لي طاس الا لاحظتوا راني كنقول طاس اي نو با ان تيرموس، لان هذا ماشي تيرموس، ما تشوفش السخونيه ستسويع بحال لي تيرموس سوبروار. نو هادي سي جوست اون طاس، سيتادير ممكن تهزو بها لا بواسون ديالكم اللي غادي تشربو في الطريق ولا الا كنتو غادي لشي بلاصه قريبه، لان السخونيه اللي تيشد هي ساعه، ساعه ماكسيموم هي اللي تيشدها. دونك لو تراجي ديالكم سينو الحاجه الا بغيتوها تبقى لكم سخونه اكثر ممكن كديروا المطايب دون ان بروميير طون هو الاولاني، بما كتوجدوا لا بريباراسيون ديالكم اون فوا بريت، ديك الساعه كتحيدوا الماء طايب وكديروا لا بواسون ديالكم باش كتبقى لكم مده طويله سخونه. الا كان مازال عندكم شي استفسار ولا تساؤلات خليهم ليا في لي كومونتير.